ما في حدا. بشير ما قام من فرشته، معقول عم يشوف البيت عم يحترق وما يقوم؟ افتح افتح والشباك الثاني كمان. لك مين اللي ترك الزيت جوات الفرن ها؟ أنا اللي تركته عمي سليمان، بس ما خطر لي حدا يشغل الفرن بنصاص الليالي. جميلة لتكوني انتي شعلتي وقت كنتي عم تنطفي. كيف رح شعله بلا ما انتبه؟ أنا صار لي بنطفه من وقت ما جابه، استغفر الله. يلا الحمد لله على سلامة الكل، انقضت على خير. بشير مانو بغرفته. ما بيروح لأي مكان بهالوقت. مانو بغرفته وجاكيته مو هون. استغفر الله استغفر الله العظيم. لساته شب، صحيح نحن بننام بس الناس بتسهر، اكيد كل يوم بهالوقت بيطلع. حاولت كتير خبرك من قبل ما قدرت. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. نمت قبلنا كلياتنا. شو صار، طار النوم من عيونك؟ طلعت تمشيت. ما بردت هيك؟ كنت بالسيارة. تصبح يا خير. شوي تاني كان رح يحترق البيت. لا وين؟ طنجرة الزيت كانت بالفرن وبالظاهر في حدا رابط الساعة. ايه فقنا على صوت الانذار ونطينا من فرشتنا والانذارات بالطابق التحتاني صفروا. الحمد لله ما حدا دري من الطوابق الفوقانية.
ما صار شيء؟ الحمد لله ما صار شيء. لحقناها فورا. بس لسه في ريحة. بابا وماما ما بيعرفوا انك مانك بالبيت. منيح بخاطرك. طلعت سيارة عدنان بيك لبرا؟ ايه شو يعني؟ لا تاكل حمشي انا ما بحكي. بس يرجع عدنان بيك بالاصل انا رح اقله. انا ما عندي شي خبي عن حدا. مثل ما بدك. صباح الخير. صباح النور. شو القصة؟ كتير مبسوط. أنا هيك على طول. يا أنا كتير جوعان، ممكن تقلي لهم يعملوا لي صحن أمليت كبير؟ أنا بعملها. حاجتك بقى. كتير فيها جبنة وكتير خضرة. حطي لها بندورة وزيتون أسود كمان. طيب. يسلموا إيديكي. صباح الخير. صباح الخير يا قمر. أي لسه ما تهوت امشي بالكعب. يا سلام على الضحك والبسط. صباح الخير للكل. صباح النور. مين بده أومليت؟ شكرا حبيبتي، انا رح خلص فطوري، ما بدي. وعمته؟ وانا ما بدي حبيبتي، تسلم ايدك. بس انا رح ساويها. معناته طيب، أنا باخد. ليش أنتي رح تعمليها؟ قولي لهم يعملوا لك إياها. إيه، أنا هلأ بقول له لسليمان أفندي. لا لا لا، مهند طلبها مني أنا. أنا مشهورة بمساواتها مشان هيك. معناها يلا، اركدي اركدي. شو هالطاقم على بكرة الصبح؟ وأنتي ماما اليوم طالعة كتير حلوة. ها؟ الله، على طول حلوة كتير. ايه بس هذا اللون كتير لابق لك، طالعة كتير حلوة. طلعتي بتعرفي تجاملي، فاجأتيني كتير. اكيد في شي وراها، انا واثقة. ايه انتي كمان.
البنت ما عم يطلع من تمها إلا الكلام الحلو. مثل ما عم بتشوفي مستحيل نال إعجابها لفيروز خانو. ما عودتني، شو ساوي؟ استغربت. يلا بتشكرك. صباح الخير. صباح الخيرات والليرات يا قمر. صباح الخير يا بنتي. صباح النور. بترجى كل حدا يقوم، ما في داعي. سليمان أفندي، إذا بتسمح لي حابة استخدم مطبخكم، بدي أعمل صحن أومليت طيب. أخسى عليكي، عمو سليمان رح يزعل منك. ليش الأومليت تبعي مو طيب؟ مو هذا قصدي، وأنت بتعرف. جميلة، ممكن تشيلي لي البزر من كم زيتون اللي حطهم مع البيض؟ بخفق لك البيض كمان. جميلة، بالبراد في زيتون بدون بزر مخرط، طلعيهن يا بنتي يلا. عفوا. لكم شخص رح تعملي؟ ثلاثة. لا أربعة. رح جهز له دبل لمهند، قال كتير جوعان. خدي روحي. تسلم ايدك. بشير وينه؟ خليه يروح يجيب لنا كعك من الفرن، رح حطه بقلبه ايش اوان. بشير مو هون. راح يوصل مراد، مو هيك؟ والله نسيت. يلا انا بدوب الاشقوان فوق الخبز السمون. ايه دوبيه يا بنتي دوبيه. ممكن تشعلوا لي شواية الفرن اذا بتريدوا؟ بارح بالليل حاولت شعل الشواية بس ما طلع بايدي. شفتوا من يلي نزع عيار الفرن؟ انا نزع عياراته؟ هذا ولا شيء، شويتاني كان رح يحترق البيت. لا يا بنتي مو مهم، يا روحي دخيلك انتبهي. ليكي هذا الفرن عصبي، بس يعصب بيطالع دخني، ما حدا بيفهم عليه الا انا. دخيلك ما عاد قرب عليه بنو. بشير قرب يوصل، انا رح اتصل فيه بيشتري الكعك وبيجيبن معه. لا تتصلي بنو، قال بعد ما يوصل مراد بده ياخذ اجازه نص يوم. من مين اخذ اذن؟ انا ما عندي علم. قال لي الي، بس ما طلب اذن، عطى خبره بس. يعني الله يسلمه، هالولد صاير ما عم يساوي إلا اللي براسه. بشير ما في منه، لا تحكوا عليه. مبارح رجع على البيت وش الصبح، سهيلة شافته وقت قامت على الحمام. قلت وش الصبح، بس ما كان الوقت متأخر كل هالقد. لا تدققوا كتير يا روحي، الولد عزابي. معك حق. يا سلام. بيتسلم بقلب النهار ما هيك؟ طبعا. مين نكتب المرسل؟ ما في داعي تكتب شيء، بيعرفني اللي بعت له اياه. توقيعك هون لو سمحت. بتشكرك كثير. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه.
لوين يا أخي؟ علمينا. وهي مهند فاء، مراد معه حق، توصل ريحته قبله. صباح الخير. أوه عمتي صباح الخير. صباح النور. كأنه راحت عليك المحاضرة؟ لا، درسي اليوم 12. لا تظلميني، فقت بكير، اتدوشت وكمان حلقت دقني. إن شاء الله نعيما. شي حلو، الكل مبسوط من عند هالصبح. كتير جوعان. نهال نزلت تعمل لك الأومليت. ايه يا سلام. هذا عدنان؟ ها الحمد لله. حياتي. صباح الخير يا روحي، ما فيقتك؟ ما لا، كلياتنا عم نفطر والكل بيسلم عليك. وانتي سلمي لي عليهم. كيف كانت سفرتك؟ ليش ما حكيتني بالليل؟ وصلنا وش الصبح، قلت لحالي بتكونوا نايمين، ما حبيت فيكن. انت كيفك؟ انا ممتازة. وينكن هلا؟ رح اطلع من الاوتيل، من شوي اتصل المحامي خبرني عن الجلسة الجديدة. وامتى الجلسة؟ الاسبوع الاول من كانون الثاني. فهمت. ان شاء الله تخلص هالدعوة مع السنة الجديدة. وانا هيك متوقع. امتى رح ترجع؟ اليوم عندي اجتماعين، رح حاول اطلع بطيارة المساء. بس هيك بتتعب كتير. والاحتمال اني ارجع بكرة. ماشي حبيبي، مستنيتك. انتبهي على حالك، بحبك. وانا نمشي؟ طبعا، ان شاء الله ارتحت شوي. عفوا. احكي وخذ راحتك، انا بنتظرك بالسياره. لا، انا قطعت الخيوط نهائيا، حتى ماني حابب اسمع صوته. وهي الأومليت. لا، أنا نسيته بالمرة، أكلت وشبعت. عم تمزح؟ طبعاً عم بمزح عمري. هاد هو. صحتين وهنا. يلا دوقي مدموزيل. مغسي حبيبتي، مبين كتير طيب. عن جد كتير طيبة، تسلم إيديك يا بنت عمي. خليكي كتير شاطرة بمعرفة الطريق اللي بتودي لقلب الرجال. برافو. ايه قولوا لي شو عاملين اليوم؟ مهند رايح على الكلية وعرفنا. وانا رح اطلع اعمل شوبينج. بارح انا وقاعدة مع فيروز خانة ومكتشفت انه ناقصني كتير شغلات. مزبوط. وانا كنت بدي روح لعند بيسان على الصالة، منروح سوا وبعدين منمر لعند بيسان. ماشي. حابة تطلعي بعد درس البيانو؟ لا اليوم مو حابة اتدرب على البيانو. بس صراحة حابة أقولك إني بلشت مل من دروس البيانو. لا تواخذيني مادموزيل، بس صار عم بنزل على غرفة الموسيقى بس كرمال ما خليكي تزعلي. تفاجأت. أنا كنت مفكرة إنك رسمي مستقبلك بهالشكل. يعني هيك كنا حاكين. الأصح إذا بقول إنه أنت اللي اقترحتي هذا الشيء.
بترجاكي لا تزعلي مني مدموزيل، أنا ماني حابة يكون عازفة بيانو. وليش حتى أزعل؟ أنا بزعل كرمالك وبس، لأنك كتير موهوبة. أنا حابة البيانو يضل صدفة حلوة بحياتي. أنا قررت أشتغل بالمجموعة. هاها بالله؟ هالصبح إجانا مع الأومليت تصريحات كتير مفاجئة. هذا قرار كتير حلو، وبتصور إنه أبوك رح ينبسط، بس هالشي مو سبب مشان تتركي البيانو. ما بعرف، رح أحكي مع بابا. برأيي قبل ما تعملي خطط بعيدة المدى خلينا نحكي عن اليوم، خلينا نطلع. نطلع فورا. أنا جاية معكم، صار لي زمان ما شفتها لبيسة. إيه أوكي. أنت موجودة هون مو هيك عمتو؟ لا حبيبتي، أنا بدي روح. آه. بلكي بتجوا بنهاية الأسبوع على المزرعة، كتير بننبسط، وهاتوا بيسان معكم. نعمل خطة بهالشي. دايما إن شاء الله. أنا رح جيب شنطتي وأنزل فورا. سمر ما بدك تقومي؟ وأنت مهند صار لازم تروح على كليتك بلا ما تتأخر أكثر من هيك. عن إذنكم عمتو لا تروحي قبل ما أجي وداعك. طيب حبيبي. لبين ما يجهزوا حالهم تاخدي فنجان قهوة؟ إذا بتريدي مادموزيل. لو سمحتي. يا ريت حكيتي مع أبوك بالأول بعدين صرحتي بهالقرار، كان رح يغمى عليها. أنا قلت رح أترك البيانو، ما قلت رح أترك المادموزيل. نفس الشيء. إن شاء الله ألف مبروك. خد هي. بتشكرك. نحن رح نهتم بأمور الفيزا، بس ترجع الباخرة من البحر الأسود فيزتك بتكون جاهزة. والسفرة اللي بعدها إمتى؟ الظاهر حابب تسافر قبل ما تنزل على المينا. هيك يعني؟ إن شاء الله ما تكون مرتكب شي زن. لا، قدمت لكم إضبارة بحسن السلوك. عم أمزح معك، أصلاً واضح من وشك إنك شاب منيح. شغلة حب؟ كرمالك حابب تبعد من هون؟ هيك جاهزة. معناها منمشي. سمر عم تغير تيابها. لو ما نطرتنا كنت تفاجأت. عن إذنكم. عم بستنى زيارتكم. أكيد بخاطركم. بخاطرك عمتو؟ مع السلامة. أوروار مدموزيل. أوروار. نهال اليوم بتنسم من هون وبكره من محل تاني، بتعرفيها يمكن المساء تجيكي بجو مختلف وبخطه مختلفه ما بتخطر على البال. فكره بهي الطريقه وهذا القرار عم تعاقبني لاني منعتها بخصوص مهند. يا ترى عدم الحديث عن هالموضوع بوضوح بضرها اكثر ولا بفيدها؟ يا ريت ينحكى بقى، خلينا نخلص من هالغموض. انا بعرفها منيح يا انعام خانو، أخذي كل شيء بعين الاعتبار، مصرة على موضوع مهند لدرجة إنه وصلت معها تقلي ما عاد بدي إياكي بهذا البيت. ما قالت إنه ما عاد بدي إياكي. نهال شو ما بدها تفكر تفكر، أنا ضد هالشغلة ورح أستمر أقول هذا الشيء على طول. أنا ما بقدر أحكي بوضوح كل هالقد، بصراحة مترددة.
بس بلكي كانوا عن جد بيحبوا بعضهم. عم نحكي عن مهند إنعام خانو، أصلاً هو يلي عم ينسم كل يوم من جهة. بدنا نستنى قرار عدنان، برأيي أفضل قرار رح يطلع منه. بتأمل. وينك؟ عم ضيع وقت مشان تتصل. وليش أنت ما تتصلي؟ شو بيعرفني؟ قلت بجوز تكون حبيبتك معك. خلينا نروح على البيت. قلت لهم بدي روح معهم لعالبيسان. خطوة حلوة مشان ما تتركي فيروز خانو منيهال لوحده. وشو ساوي؟ الله أعلم بشو بدها تعبيه لراسها. وهلأ راح أتصل ببيسان مشان إذا ماما فتحت الموضوع ما تعطيها وش. خير ما بتعملي. المسا بده يرجع عمي؟ هيك عم بيقول بس رح يتصل. يا ريت معنا ليلة تانية. ايه لشوف. رح اشتاق لك. انت رايح الكلية؟ ايه. منيح، فكر فيه. اصلا ما عم ساوي شي تاني. بشوفك المساء. بموت فيكي. وانا بموت فيك. خاطركن. آه. المسا موجود بالبيت؟ ليش عم تسألي؟ ولا شي، إذا إجا بابا منكون مع بعض. طبعا بجي. مع السلامة. تعالي لا تهتمي فيك لهالقد، خليه هو يركض وراكي ماشي؟ أنا مو مشان هيك سألته. شو ما كان اسمعي مني وبس.
ما في حدا ورانا مو هيك؟ لا لا يلا. يلي كان مخبيها تحت جاكيته شغلة كبيرة؟ ما شفتها. ليكي بلكي مدخل مشروب على البيت مشان ما يسمع كلمة من عمو سليمان لفة بجاكيته. شو هاي؟ ولا شي. ليكي كمان اخذ الكاميرا؟ شو عم يعمل هاد؟ عم يصور فيلم شي؟ فجاه طلع قدامنا موهبه جديده، المخرج الكبير بشير. حتى لو صور شي بيمحي، الكاميرا فاضيه. شو عم تساوي؟ بجوز الصور اللي صورها نسخها على الكمبيوتر. حاطت كلمة سر. انت بتعرفي كلمة السر؟ لا جربت حظي. جميلة سهيلة وين اختفيتوا؟ سكري سكري بسرعة عجلي. سهيلة خلينا نطلع يلا. اجينا اجينا. يا الله أنا كتير مليت. رح روح شوفها. لا تروحي أنا بحاكيها. خطه مشغول كمان. ليكي ماما عم تتصل. يلا شوي تاني كمان بحكي معك براحتنا. شو لازم نحكي قدامهم بقى؟ وانتي ليش علقتيلي بنت جوزك؟ عم تاخديها لكل مكان معك؟ عم تكبري يا بيسان، بعدين لازم تعرفي يعني الحياة الاجتماعية شو ساوي؟ يا سلام، وإذا اللي كان بالنهال مهند عن جد مزبوط؟ بلا غلاظة. إيه هذا مهند ممكن يكون حاطط نهال براسه. ماما أقنعتك أنتي كمان؟ من الملل عم بتألف قصص على كيفة، وبعدين تعي حليها إذا بتحليها. عم نحكي عن مهند، ما في شي عنده ما بيصير. حرام عليك عم تظلمي كتير. بس المصيبة نهال عم بتصدق كلام ماما، وأنا خايفة تتخربط الأمور بسبب ماما أكتر من هيك. إذا بتفتح لك موضوع نهال ومهند اصحك تعطيها وش بنوب بلا ما تاخد مجدة. أنا شو دخلني؟ أساساً اللي فيني مكفيني، ما في أشغل بالي فيهم. حبيبتي لا تعطيها ريق حلو ولا تحسسيها بالأهمية، بلكي بتسكت إذا ما شافت حدا مهتم فيها. ماشي الله معك. شو صار؟ منتظرتكم، يلا بشوفك. جوزك ما عم يتنازل ويرد على تليفوناتي. ابنكم سافر برات البلد عنده اجتماع، معناها ما في رد. لسه ما تقلع من الشركة؟ وليش لحتى يتقلع؟ مانو مجبور يا حلمي بيك يدفع فواتير اغلاطكم. هيك لكان بنت فيروز خانم المنضبطة ما عادت ترددت حتى تبين انيابها. انتبه على كلامك. انتي وزوجك كمان بلشتوا تعاندوني وقفتوا مع بيت زياكيل، بس رح خليكم تدفعوا ثمن هالشي غالي كتير. لو سمحت لا ترفع صوتك هون. طلعي فيني لشوف، عم بتشوفي في عين تسكت على عمايل زوجك شي؟ هو حاول يدمر أبوه الحقيقي، أنا رح أعمل فيه أضرب من هيك. لا تصرخ. عدنان بيك رح يضرب الألاعيب اللي كان يلعبها زوجك، ولنشوف شو رح يصير. رح يجي ويدق بابي وهو عم يزحف. بترجاك روح، ماني حابة اسمع شي هون. بدك تسمعي غصب عنك، رح احكي عن كل الاخبار اللي كان يسرب لي اياها، رح اقلب له حياته فوقاني تحتاني. بكفي بقى، بكفي، طلعه من راسك ولا تقرب عليه. تركنا بحالنا، ما الك حق تعمل فينا هالشي.
ما إلك حق تخرب لنا حياتنا بنوب. هو ما عاد ابني بقى، من وقت اللي صار لعبة بإيد فريق مالك بيك ما عاد ابني أنا. طلع لبرا، رح يجي يوم وتدقوا بابي وأنا هونيك رح أطردكن، ما رح أسامحكن أبداً. قلت لك طلع طلع، ما بدي شوف وشك هون. والله لخليكن تندموا.